واش الاخوان، نتمنى كل شيء يكون بخير وعلى خير وبصحه جيده. مرحبا بكم في الفيديو الجديد في قناه ديالكم سوسي في امريكا. كنرحب بكم كاملين الاخوان، شحال هذه ما لحناش الفيديو. المهم بعد المناسبه ديال الفوز ديال دونالد ترامب بالانتخابات ديال هذا العام، غادي نحاولوا نحللوا كيفاش غيكون المستقبل ديال القرعه الامريكيه ان شاء الله. كما قلت لكم الاخوان، نشوفوا نحللوا كيفاش غيكون المستقبل ديال القرعه الامريكيه، علما ان ترامب يعني كان ضد الهجره، ولكن هو كيركز على الهجره الغير الشرعيه، ماشي كيركزش على الهجره القانونيه يعني بالوراق ديالك بالمسائل ديالك القانونيه. فهو كيركز فقط على الدخول الغير الشرعي من الحدود، هذه هي اللي كيركز عليها دونالد ترامب. غايقول لي شحال من واحد غايقول لي راه يعني بغا هو واحد الوقت فاش طلع في الولايه الاولى ديالو في 2016 انه يحيد القرعه، يعني دار واحد الملتمس انه يلغي القرعه، ولكن ما تقبلش ليه داك الملتمس. فالاخوان القرعه ماشي ترامب ولا وغيره ولا غيحيد القرعه، لان القرعه نظام ديال الدوله الامريكيه منذ سنوات، نظام خدام ليها، يعني ما يمكنش شي واحد يلغيها واخا هو ضد الهجره. فان هذه القضيه ديال القرعه ماشي في اليد ديال دونالد ترامب. سيفرا الاخوان، انا من الفائزين في العهد ديال دونالد ترامب في 2018، يعني ملي كان ترامب تقريبا ضرب عامين هو رئيس ديال الميريكان، انا تقبلت في القرعه الاخوان. في ديك الفتره كان بزاف ديال اللغط، يعني الهضره ديال غيحيد قرعه غيدير غيفعل غيترك. الحاجه الوحيده اللي كانت في ديك الفتره هي تضييق على الفائزين في القرعه الامريكيه، كان بزاف ديال الحوايج يعني كيزيروا فيها، بحال مثلا كيعطيوك اجراء اداري كتبقى واحد المده طويله، يعني كيعطلوا لك البروسيدور ديال 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 الفيزا. اضافه الاخوان، العهد ديال دونالد ترامب حبسوا في الكيز نمبر صغير تقريبا، يعني صغير الا جيتي تحسبوا تقارنوا بالكيز نمبر اللي كاين 60,000 55,000، فكان هو حبس في 39,500، يعني الناس اللي عندهم 40,000 الفوق راه ما دوزوش المقابله مع الاسف. هذه بعض الامور اللي كانت في العهد ديال دونالد ترامب، نقدر نعتبروها مضايقات على الفائزين في القرعه، ولكن ماشي الالغاء. وفي الموسم المقبل، يعني الموسم اللي بعد 2018، يعني فاش جيت العام اللي بعده ديال القرعه، اصحاب القرعه دار عاوتاني زير عاوتاني في القضيه ديال القرعه، وفجت كورونا دار يعني بحال جمد الاجراءات للفائزين، فجمد الاجراءات للفائزين، ما خلاش باقي البروسيدور انه يكمل، يعني جمد داك الاجراءات خلاهم بحال هكاك. فاضطر انهم يديروا محامي، يعني كاع دوك الفائزين شي وحدين داروا محامي، ولحسن الحظ ديالهم ان الولايه الثانيه طلع جون بايدن، فتلغى داك التجميد وكاملين خداو الفيزا ديالهم. كنعرف الدراري هنا جاوب هذه القضيه دي ديال المحامي. فالاخوان ديالي فقط بهاد المعايير وهاد التحاليل اللي درنا، غادي نعرفوا بلي دونالد ترامب ما غاديش يلغيها، يعني الالغاء هو انه يحيدها تماما، ما غتكونش هذه حاجه اللي هي مستحيله، لان امريكان كتمشي بالقرعه، وامريكان محتاجه ليد العامله، امريكان محتاجه لخدمه، امريكان بزاف ديال الامور، يعني ما يمكنش يجي وحيده. فممكن يدير بعض المضايقات كما دار في الولايه ديالو الاولى، ممكن انه يعطل البروسيدور، ممكن انه يزيد معايير مثلا في الانتقاء، ممكن تكون مثلا بالاجازه ولا بالدوق ولا بشي حاجه بحال هكاك، ممكن جدا.
ممكن انه كما قلت لكم يعطي اجراءات، مثلا بحال الاجراء الاداري والاجراء الامني اللي كان كيعطي في العهد ديالي. يعني انا كان عطاني اجراء اداري تقريبا، دوزت المقابله في شهر 5 وقيله ولا مهر 4 في 2018، خديت الفيزا في واحد في 9 2018. لا لا 2018، يعني 1 9 2018 خديت الفيزا ديالي، يعني تقريبا بقات 20 يوم ولا قل ان تسالي السنه الماليه ديال القرعه ديال الكلام. يعني غيبداو باش يبداو مع صحاب 2019، يعني نهار 1 في 9 بالضبط طبعوا لي الفيزا ديالي. يعني كان مزير هو القضيه الصراحه. من بعد فاش يعني الناس اللي جاوا من بعد، يعني القرعه ديال 2019 2020 نقولوا 2020، فاش هو صافي ما بقاش رئيس ديال الميريكان الاواخر ديال 2020، فالقضيه كانت ميسرة. يعني كتدوز المقابله كتاخذ الفيزا مباشره، يعني حتى الاعداد الارقام كانوا ارقام كبار يعني كياخذوا الفيزا. فهادشي اللي كاين، يعني كنقول يعني ممكن يدير عراقيل، يعني ماشي ما غاديش يدير عراقيل، ممكن يدير عراقيل، ولكن يحيد القرعه، الالغاء ديال القرعه كما بزاف ديال الناس كيقولوا راه مستحيل، لانه هو كيركز على الهجره الغير الشرعيه. هو علاش كيركز؟ ماشي بنادم جاي بالقانون داخل من المطار مكاشي اللي دايرين عليه الباك جراوند تشيك ديالهم، يعني عارفين عليه كل شيء، مدوز الفحص الطبي ديالو، مدوز المسائل ديالو، يعني ناضي كناضي. ما يمكنش هما لانه محتاجين كما قلت لكم ديال العامله، محتاجين الناس تجي تخدم. يعني ماشي حيت هذاك البروغرام راه سنوات هما خدامين عليه، وسنوات هو كاين، جاو رؤساء وجاو ممثلين ديال الكونغرس وديال مجلس الشيوخ، ولكن ما عمر داروا شي ملتمس انه يلغيو القرعه الامريكيه. هادشي اللي كاين الاخوان. المهم هذا الفيديو فقط توضيحي، كنحللوا المعطيات وداك الشيء اللي كان من قبل ودابا. ايوا كنتمنوا الخير ان شاء الله للجميع. يلا كان معكم سوسي في امريكا، تحياتي لكم، بيس.